صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 33 لسنة 2021 بتعيين مدير عام ووكيلين مساعدين في وزارة التربية والتعليم جاء فيه. المادة الأولى يعين الدكتور محمد مبارك جمعة مديرا عاما لشؤون المدارس في وزارة التربية والتعليم. المادة الثانية يعين في وزارة التربية والتعليم كل من واحد السيدة كفاية حبيب أحمد العنزور وكيلا مساعدا للخدمات التعليمية اثنان السيدة لطيفة عيسى البنوضة وكيلا مساعدا للتعليم